سالي، يعني الطبيعة كنز مليء بالسحر والجمال، ومثل ما كانوا أجدادنا يعتمدوا على الطبيعة والأعشاب والخلطات الطبيعية للعلاج والتجميل، بالآونة الأخيرة لاحظنا عودة الناس إلى المواد الطبيعية هربا من المواد الكيميائية اللي عم تكون كتير إلى آثار سلبية. صحيح ميسان، وضمن موضوع التجميل والعناية بالبشرة اليوم رح نحكي عن المواد الطبيعية بامتياز أكيد، وخصيصا فوائد لنواة التمر. التمر هو له فائدة كثير كبيرة، ولكن كمان لنواة التمر فائدة أيضا. حنتعرف على هذه الفائدة مع أخصائية التجميل الطبيعي رندا مهنا. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباحكم خير، صباحكم ورد. سعد صباحك رندا. صباح ياسمين الشام اللي شامين ريحته هلا. عن جد ريحته فواحة فعلا بمتحف الوطني بدمشق. يسعد صباحك رندا. صباحك عن جديد حبيب. يعني عم نحكي كده بالبداية فعلا أن المواد الطبيعية كانت هي كل حياة أجدادنا. صح. والأعشاب والخلطات الطبيعية اليوم عم نشوف في عودة للناس لتهتم بهي المواضيع، المواد الطبيعية اللي بكل تفاصيلها. اليوم قديش أهميتها وليش الناس عم تتجه لها؟ لأنه كل شيء الله خلقه بالطبيعة في له رسالة بالحياة. صحيح. يعني ما في شيء الله خلقه إلا فيه فائدة لمخلوقات الله كلها. يعني إذا منجي منطلع على أي شيء مناكله منلاقي في من شكله بيدل عن هو شو بيفيد. فهي مثل ما بيقولوا رسائل الله في خلقه. فأنا وحدة من الناس اللي كتير بلجأ للطبيعة بحفاظ على شعري على بشرتي. ما في أحلى من شيء طبيعي بعتقد. صحيح. يمكن رندا حكيتي شيء كثير مهم، انه لاي شيء من الطبيعه هو له رساله. سواء واليوم كنا هيك بالصدفه تحت الهواء عم نحكي عن الماسكات ايضا الطبيعيه. مثل ما بنعرف التمر هو من اكثر، خلينا نقول فينا نسميه فاكهه ايضا للتمر. تمر تماما. قديش له فائده على صحه الانسان، ممكن يغني عن الفطور. كيف إذا كان نواة التمر اللي بقلب التمر، في منهم أنه بيأكلوا التمر بيكبوا النواة، ولكن إحنا شفنا أنه في شغلة كتير حلوة بتتساوى منه. خلينا نشرح عنها. أوكي. عن طريق هلأ بدي أقول شغلة بس قبل ما فوت بتفصيل النواة. التمر هو منجم معادن، لهيك بيعتبر غذاء أساسي للإنسان. يعني اللي ما بيلجأ بغذائه على التمر كأني ما أخذ شيء من الطبيعة فايدة. النواة التمر للأسف الكل بياكل التمرة وبيرمي النوى، ما بيستخدمها، ما بيعرفوا شو لها فوائد. يعني هلا بعد الحلقة انا متأكدة انه خاصة الصبايا اللي عم تابعونا رح يجمعوهم مثل ما بيجمعوا الذهب. عرفتي؟ يعني بيخبوهم مثل ما بيخبوا الذهب، لهم قيمة يعني. لأنه فعلا هي قيمتها نوى التمر مثل قيمة الذهب بالفوائد العديدة اللي بتعطيها، بتمنحها لجسمنا ولبشرتنا ولشعرنا خاصة. هلا معروفة عن التمر بشكل عام، والنوى التمر بيحتوي على مضادات أكسدة، يعني نسبة التركيز مضادات الأكسدة اللي فيه عالية جدا. لهذا السبب بيستعملوه، يعني هو علاج لكتير أمراض خاصة مرض السرطان. يعني مضادات الأكسدة بتأخر كتير، يعني ما بتعمل ما بيظهر مرض السرطان بالجسم إذا نحن واظبنا على العلاج بنوى التمر واعتمدنا بغذائنا على التمر. شايفين نحن، أنا اليوم جبت لهم معي عينة لونها، هي بعد التحميص طبعا أنا طحنتها، وكل اللي بيعرف شكلها نوى التمر. هلأ هي عنصر كتير مهم، إذا عملناها مثل القهوة بعد التحميص صار ريحتها مثل القهوة تماما، بتساعد على تفتيت حصى المرارة والكلى. يعني فيها حمض الأكسيليك اللي هو بيفتت الحصى اللي بيتشكل في المرارة والكلى. زائد كمان أنه نوى التمر مفيد لتغذية الرموش. أي صبية هلأ اللي ما عندها رموش بتروح بتجيب رموش الصناعية، وفيها تحصل على رموش طبيعية وطويلة وجذابة عن طريق نوى التمر باستخدامه بشكل يومي على الرموش. تمام. قبل النوم. بس شوي قبل ما نفوت بهالموضوع، كيف بيتم طحنه وتحميصه منشان العالم تعرف يعني ما يكون التحميص مزبوط. عشوائي. خلينا نحكي عن هالموضوع لندا. أوكي. هلأ نوى التمر هي معروفة بتجي قاسية شوي. صحيح. ما بنقدر نطحنها إلا لحتى نحمصها على درجة حرارة 60 أو 80 مئوية. بعد التحميص بتصير بهذا الشكل، بتصير بهذا اللون تقريبا. هلا انت فيكي تتحكمي بدرجه التحميص، اذا بدك اياها لاستعمال الكحل فبغمقها بفحمها اكثر
لحتى احصل على الكحل العربي الاسود اللي هو بيفيد حتى بيساعد على تقويه البصر بالعين وعلى امراض الحساسيه بالعين. بعد ما بنحمصها بالفرن بنحطها باي طاحونه حبوب نطحنها بشكل طبيعي. طبعا اذا كانت الشفرات تبع الطاحونه بدها تكون شوي حاده مشان يكون الطحن كثير دقيق يعني كثير دقيق. واذا بدنا نستخدمها للعين يفضل انه ننخلها بمصفايه شبك حتى نقدر نحصل على نعومه الطحون تبع النوى. طريقتها كتير سهلة يعني ما بتحتاج شيء وما بتكلف شيء. يعني أنا باكل التمرة وبشيل العجوة اللي مسميها نحن مصطلحنا. يعني أسبوع زمان بنجمع شوي يعني مثلا إذا عم تعملي كعك العيد. لا إذا كعك العيد نجمع كتير نجمع كتير. تمام حكيتي لنا عن العيون، خلينا نكمل عن أهمية الاستخدامات النوى كيف بيكون، وهل منكون في إضافات أو خلطات أو استخدامها لحالة؟ طبعا هلا إذا نحن قلنا بدنا نحصل بدنا ناخد فايدتها للجسم بنعملها مثل القهوة. يعني فيك تشربيها الصبح مثل القهوة تماما، حتى ريحتها مثل القهوة مثل ما هلا شمينا ريحتها تماما مثل القهوة. إذا بدنا نستخدمها للبشرة والشعر نفس طريقة الاستخدام، فينا نخلطها مع زيت الخروع ندهن نخلط عفوا بهاي الطريقة. يعني هذا اللي هو مثل ما شايفين على الكاميرا بعد ما انطحنت نوى التمر بتصير بهذا الشكل. طبعا إذا نخلناها بتصير بشكل أنعم، فمندهنها مع أي زيوت. إذا كان نستعملها للشعر فروة الرأس والرموش يفضل أنه نستخدم زيت الخروع حصرا. وقبل النوم نجيب ريشة آيلاينر نظيفة وبنغط فيها بالزيت وبندهنها على منبت الرموش من فوق مش من تحت، إن كان الرموش الطبقة العلوية أو السفلية. وبالنسبة للحواجب اللي بتعاني من تساقط الحواجب فيها ترجع تكثف حواجبها بدهن زيت الخروع اللي فيه نوى التمر بطريقة التدليك لمدة دقيقتين، ونفس الشيء لفروة الرأس بطريقة تدليك. وطبعا أي شيء بدنا نحطه كان للبشرة أو الشعر لازم تكون فروة الرأس نظيفة تماما، يعني بعد الحمام مباشرة هذا أفضل وقت لحتى أنا أحصل على كل المكونات المفيدة بنوى التمر. تمام. أنا بنصح أنه نستخدم هاي الوصفة بشكل يومي تقريبا لحتى نحصل على نتيجة أسرع. تماما. كيف؟ وبالنسبة للبشرة رح خبر كل اللي بيخافوا من هاجس التجاعيد، يعني حتى بتلاقي بنت عمرها 18 سنة من هلا عم بتفكر صحيح بدها تروح تعمل فيلر وبوتوكس وكذا. لا، انه في كتير اشياء بالطبيعة فيك تحافظي على بشرتك وتطولي، يعني تأخري ظهور التجاعيد 10 سنين لقدام. يعني انا عم بحكيكي ما عم ببالغ لاني انا احد الناس اللي مجربين هاي الوصفة والحمد لله اني ما بشكي من التجاعيد الحمد لله. فبحطها على بشرة نظيفة ومع الوقت بتحسي انه الخطوط الرفيعة بالبشرة بلشت تتلاشى لان هي فيها مضادات اكسده وفيها احماض امينيه مهمه كثير ومنجم معادن، يعني الحديد الفوسفور جميع الفيتامينات. على البشره شو الزيت اللي نوع الزيت اللي بينخلط فيها؟ زيت جوز الهند. بالنسبه للبشره زيت جوز الهند افضل مرطب للبشره وكمان بيخفف بيفتح لون البشره وبيأخر كمان مع نوى التمر ظهور التجاعيد. يعني رندا مثل ما بنعرف للبشرات انواع، في بشرات دهنيه وبشرات مختلطه وبشره جافه. نواة التمر للبشره الدهنيه هل انه احنا فينا نخلطه مع زيت ولا ممكن نحطه مع شيء هيك خفيف او نوع زيت خفيف مشان شوي يمنع الزيوان او هدول القصص؟ حلو، هذا سؤال كثير مهم رح علق عليه. انا بشرتي مختلطه، يعني عندي هاي المنطقه بتكون دهنيه اكثر من بقيه البشره. زيت جوز الهند معروف انه هو رغم انه هو زيت بنقول عنه زيت بس هو يعني دهون احاديه فما بتترك اثر دهني على البشره، يعني مجرد انك انت مدلكي فيها بشرتك بتحسي انه فورا امتص الجلد بدون ما تترك اثر دهني. انا هلا جايه على التصوير وقبل ما احط الميك اب حطيت دائما بدهن زيت جوز الهند على بشرتي لانه بيعطيني وقايه من الاشعه تبعه التصوير اشعه الشمس وبنفس الوقت بيرطب البشره بدون ما يترك اثر دهني. لهيك انا بنصح فيه كل انواع البشره. يعني ما في انه مثلا تقول بشره دهنيه لا ما فيني استخدم زيت، لا بالعكس بكل امان فيك تستعملي زيت جوز الهند مع مطحون نوى التمر. زيت جوز الهند
هلا موجود هو ممكن تلاقيه بس يكون اورجانيك عضوي، يعني يكون 100% طبيعي، ما يكون مخلط نوع شحوم وزيوت، لانه اذا ما كان طبيعي ممكن يعملنا اثار سلبيه على البشره. هي المشكله يمكن انه نحن كثير سالي بنروح لنجيب الزيوت، بنروح على اماكن خلطات يعني بتاخديها انت بس ما بتعرفي هي شو وضعها، بتلاقي انه بتصير في اثار سلبيه. طيب صح، ما بتتاكدي اذا كانت طبيعيه تماما أو لا. فيمكن ما في شركات خاصه تكون عم تعطيني هي الماده. اكيد في، اكيد اذا يعني عرفتي المصدر منين بيبيعوها اكيد بتقدري توصلي ل 100% نقي زيت جوز الهند الطبيعي. فيك تعمليه بالبيت يعني مبشور، مبشور جوز الهند، ثمره جوز الهند بس نبشرها. هذا المبشور في طريقه معينه بنقدر نعمل منها زيت، يعني في هلا عصارات خاصه لاي شيء بتعملي زيوت منها موجوده بالسوق، خاصة الأماكن اللي بيبيعوا فيها عدة المطابخ اللي هي تبعت المطاعم وهيك، فبتلاقي هاي العصارات بتعصر على البارد. نعم. بس حتى ما إذا كانت تعصر على الحرارة فبتأثر على المواد الفعالة اللي موجودة بالثمرة. فأنا بنصح فيه كل البشرات بصراحة، يعني طمن البشرة الدهنية إنه لا تخافي، استعملي زيت جوز الهند وانت مطمنه بشرتك راح تكون كثير صافيه. يعني هاي هي ابرز استخدامات نواه التمر فينا نقول عنها رندما للشعر، للشعر لفروه الراس، انه هو شو بيرطب، يعني كثير بنسمع قديش هو بيرطب فروه الراس نواه التمر مع الزيت، هو بيساعد على تقشير الخلايا اللي هي بتسبب القشره، يعني في خلايا ميته بتتشكل ببشرتنا بسبب، خاصه للي بيستخدموا الجل والسبري والسشوار والقصص هاي، في بعض انواع الشامبوهات بتسبب قشره لفروه الراس. فلما بنحط زيت جوز الهند او زيت الخروع مع نواه التمر بندلك فيه فروه الراس، بعد فتره راح تحسي لانه هو بيعمل تقشير للخلايا الميته وبيجدد خلايا البشره، والمضادات الاكسده اللي فيه بتساعد على اعاده بناء خلايا البشره من جديد. عرفتي كيف؟ ف يعني معلومه كثير سحري صراحه، لا معلومه كثير مهمه يعني حقها لازم كلنا نجربها يمكن. اكيد يمكن، وخاصه بعد هلا ما تابعوا كل الصبايا فوائد نواه التمر مثل ما قلتي هلا رح يسعوا انه ما يكبوها مثل الذهب. تماما تماما. ان شاء الله تكون هيك قدرنا نقدم لهم نصيحه لصبايا اللي بيحبوا يعتنوا ببشرتهم. بدنا نتشكر نصائحك، بدنا نتشكر وجودك معنا رندا. حبيبتي انا كثير سعيده، واذا بتسمحي لي بس اعطي نصيحه صغيرة، انه حاولوا يكونوا طبيعيين قد ما فيهم، يستخدموا الشغلات الطبيعيه ونخفف كثير من عده المكياج التبرج. يعني كل ما خلينا بشرتنا تتنفس، اذا ما كنا مضطرين نحط مكياج الافضل انه ما نستعمله، نخلي بشرتنا خاصه فتره الصباح انه تتنفس لحتى نخلي البشره لما بتحصل على الاكسجين بتساعد على تفاعل هاي المواد الفعاله اللي موجوده بالخلطات اللي رح نستخدمها، ونشرب مي كثير لحتى نشوف الصحه كيف تصير ان شاء الله. شكرا كثير لك، شكرا لكم، يسعد صباحكم وصباح سوريا كلها. صباحك يا رب ولوجودك معنا لليوم. شكرا لك.